مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع. مع حضراتكم مصطفى جابر. دلوقتي في منطقة المطرية في انتظار بطلة مصر في ريال حاصلة على الذهبية في أولمبياد طوكيو 2021 في الكاراتيه. زي ما حضراتكم شايفين الأتوبيس وصل. وادي اهالي المنطقة. اعلام مصر. في مظاهرة في حب الفريال. زي ما حضراتكم شايفين كده. الاهالي فرحانين، جيرانها، قرايبها، اهل منطقتها. وادي البطلة قدامنا. خلاص بقت هي ملهمتهم، لابسين زي الكاراتيه. والدة فريال هي اللي في مقدمة الأتوبيس. وسع شرايين وسع شرايين.
دلوقتي البطلة هتنزل. هذه البطلة هذا في عام.